ببقى مبسوط وانا في مثل هذه الاماكن زي معرض القاهره الدولي للكتاب كده، بلاقي زملاء كتير الحقيقه، وانا بكون له كل تقدير واحترام في المجال الصحفي، اللي كل واحد وتجربته بيروي تجربته بطريقته، بيروي تجربته بالاسلوب اللي يتناسب مع الرحله ويتناسب مع الحدث اللي هو قام بيه. والحقيقه زميلنا الاستاذ احمد امبابي نائب رئيس تحرير روزا اليوسف واحد من الناس حقيقه الداعمين قوي لفكرة الكتابة وفكرة تدوين أو خروج الأفكار اللي عندنا من التدوين إلى الكتاب وعرضه على الرأي العام أو عرضه على الناس بطريقة شيقة جدا. جنوب السودان شاهد على ميلاد الدولة، واحد من الكتب اللي زميلنا أحمد إمبابي بيعرضها في معرض الكتاب، ساردا رحلته إلى السودان او احتكاكك بالسودان عموما. برحب بيك الاول. برحب بيك استاذ جابر، وشكرا جزيلا على الدعوه، وانا بتشرف ان انا معاك في حضرتك. يعني لا بالظبط كده، انا يمكن رحلتي وتخصصي كصحفي في ملف السودان من 2008، وزرت السودان كتير، الخرطوم تحديدا، ثم بمرورا بالحدث الاهم، الحدث النوعي في تاريخ الدوله السودانيه، وحدث انفصال الجنوب في 2011. انا كنت بغطي ما بين الخرطوم وجوبا اكتر من 20 يوم، كنت مقيم هناك، قابلت النخبه السودانيه شمالا وجنوبا، مختلف النخبه سواء في الشمال او في الجنوب، والشخصيات الدوليه اللي عصرت هذا الحدث. يمكن بعد 12 سنه او تقريبا 13 سنه بنوثق هذه التجربه، بوثق هذه التجربه في الكتاب، بس مش بس توثيق التجربه، المشاهد اللي انا شاهدتها في جنوب السودان، ولكن هذا الكتاب بيوثق لقضيه جنوب السودان من منذ بدايه تاسيس الدوله السودانيه بتاريخ الحديث من ايام محمد علي. الفكره الاهم عندي فكره غياب الاندماج الوطني كهويه سودانيه داخل الدوله السودانيه، دي التحدي الابرز. الهويه السودانيه كهويه جامعه للدوله السودانيه في غربا وجنوبا وشمالا وشرقا يجب ان تكون، وانا شايف المعطيات دي هي غائبه عن الدوله السودانيه. هذا ما هذا وده اهميه الكتاب، هو ده اللي بيقدمه الكتاب حاليا. بالتوفيق، ودايما بشكرك يعني على المعرض اللي جاي يكون فيه ابداع ليك اكتر، والمعارض اللي جاي يكون فيه ابداع ليك اكتر باذن الله ان شاء الله. بشكرك على الدعوه الكريمه. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا.